فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن معنى تفسير قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما هو الراجح؟ هل هو قريب بذاته أم بغير ذلك؟ قريب بعلمه يا أخي، ما هو بذاته، قريب بعلمه، أما هو في ذاته فهو فوق السماوات، لكنه قريب بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ما حد يقول أنه قريب بذاته، من قال هذا؟ قريب بعلمه، وهذا سيأتي في كلام الشيخ عن المعية. نعم.